في القصيم استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم رئيس مجلس إدارة التعاون محمد القاسم وأعضاء مجلس إدارته بعد أن تولوا مهمة قيادة التعاون في المرحلة المقبلة. الأمير فيصل بن بندر هنأ القاسم وإدارته وتمنى لهم التوفيق في المرحلة القادمة. خضير البراك تابع مراسم الاستقبال. سعيد الحقيقة أن ألتقي بالأخوان والزملاء، وفعلا أعتبرهم زملاء لأنهم على رأس عمل مهم، ونحن كلنا جميعا نعمل مع بعضنا البعض لما فيه الفائدة، سواء في مجالات متعددة، ونحن اليوم في المجال الرياضي في مجال الأندية. أعتقد إن شاء الله أنه الاختيار في محلة، وأنه الأخوان سيؤدون دورهم على خير ما يرام، لأنه اختيارهم ما أتى من فراغ، يعني لابد اختيروا على ضوء تجربة وعلى ضوء يعني خلفية كاملة عنهم، ولا شك أنه من اختارهم ومن وافق عليهم أيضا عنده قناعة أن هؤلاء الزملاء سيؤدون دورهم، وأنا أشد على أيديهم في هذا المجال، وأرجو إن شاء الله أن يوفقوا في تحقيق التطلعات اللي نهدف إليها جميعا. سيدي، السؤال الأخير، وأنتم الدعم الحقيقي لرياضة المنطقة، ماذا يعني لكم وجود قطبي بريدة رائد التعاون في دوري المحترفين دوري زين؟ أتمنى أن يكون هناك 3 أو 4 معهم أيضا، وهذا سيتحقق إن شاء الله، ولا شك أن وجود هذين الناديين في هذه الدرجة الممتازة أسعدنا كثيرا، لكن نطمح إلى أن يزيد العدد إلى الضعف بإذن الله. أعتقد زيارة الأمير سمو الأمير اليوم هي تشريف الرياضة السعودية وتشريف من رياضة المنطقة والنادي التعاون خاصة. أعتقد الجميع يعلم أنه سمو الأمير هو الرجل الرياضة الأول في المنطقة وملم بأحداثها وأمورها. خلال الاجتماع أبدأ صاحب سمو لك الأمير فيصل بندر بحديثكم الإعلامية المتزنة، ماذا يعني لك ذلك؟ والله هذه أعتبرها وسام على صدري، شهادة من رجل الرياضة الأول في المنطقة مثل شهادة سمو الأمير، أعتقد أنه وسام على صدري تدفع الإنسان إلى التطوير، وتدفع الإنسان إلى أيضا مراجعة دائما تصاريحه، ولازم يعرف الإنسان أنه أيضا خلفه من آخرين يقيمون عمله، وأنا أعتقد أن هذه بالنسبة لي شهادة أعتز فيها كثيرا. يعني أمنيات بالتوفيق إن شاء الله لإدارة نادي التعاون في المرحلة المقبلة.